حضرتك كابتن كنت ممكن تكسب، لكن هو تفكيره الوحيد ودي حساباته لازم نحترمه في آرائه، ان هو الوحيد اللي عارف عايز ايه من الماتش ده لايه. وفعلا حصل اللي هو عايزه لغايه دلوقتي، هو الاول باربع نقاط صح؟ صح. فهو دلوقتي بيهمه ايه بقى؟ كل ماتش يكسب ومالوش دعوه بالنادي، تمام، النادي الاهلي. فاتمنى ان الناس يعني نصبر، لان انا بقول لك انا نسيت اشكرهم كلهم، لازم اشكر والله يا رب، مش عشان الاستاذ مرتضى صاحبي وحبيبي والمجلس واللعيبه والجهاز، ان هم بالوضع ده الاول. بمعنى ايه الوضع؟ بمعنى ايه الوضع ده؟ الاصابات، قد لعيبه هتجدد مش هتجدد، طلع ناشئين يلعبوا في ماتش الاهلي او مفيش الداخلية. مشاكل مش بتحس ان في مشكله؟ لا بص، ما عمرنا ما شفنا مشاكل الا في الوقت بتاع اللجان المؤقته اللي كانت بتيجي. الاستقرار دلوقتي موجود فنيا واداريا، مظبوط؟ تمام. المجلس كام قضيه كسبها وكام مش عارف ايه؟ مش عايزين النهارده، لسه النهارده كسبان قضيه النهارده. طيب مش عايزين نقول خلاص دي بتاعت هي دي خاصه يعني، بس طبعا احنا بنتكلم اللعيبه. هو رئيس نادي الزمالك يعتبر شخصيه عامه يعني. انت دلوقتي بتتكلم دلوقتي على ان عندك اربعه ناشئين، نقول جيد جدا بلاش ممتاز، اجادوا ووروك ان هم عندهم شخصيه في ماتشات كبيره.